وللمزيد معنا دكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية على الهاتف. أهلا بك أستاذ دكتور محمد معنا في هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز. أهلا وسهلا بحضرتك وجميع المشاهدين، صباح الخير. أهلا بحضرتك، صباح النور. يعني بنتحدث عن وضع متأزم داخل قطاع غزة، تصاعد مستمر لأعداد الشهداء والجرحى والمصابين، جهود مصرية حثيثة ومكثفة واستقبال الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية في شمال سيناء، وتسخير كل الاحتياجات وعربات الإسعاف والمستشفيات والطواقم الطبية وكل المساعدات لهم والاستقبالهم مع استمرار التصاعد داخل القطاع. كيف ترى الجهود المصرية دكتور محمد؟ الجهود المصرية مستمرة، الجهود المصرية هي جهود متفردة يعني داخل إطار هذه الأزمة بشكل لا يعني لم يسبقه أحد في هذا الإطار، وده يعني شيء يعني منطقي في إطار دور مصر التاريخي ودور مصر الفعلي في هذه الأزمة وكل أزمات الشرق الأوسط. مصر تتحرك على أكثر محور كما ذكرت سابقا في أكثر من مرة، أن يمكن التحرك المصري الرئيسي والفعال هو التحرك الدبلوماسي، واللي من خلاله بتعمل مصر على حالة المواقف الدولية المتعلقة به من هذه الأزمة في ظل دعم غير مسبوق ومطلق من جانب الغرب والولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل في إدارة هذه الأزمة في إطار منطق يعني يرد عليه كثيرا في إطار رد الفعل، وأيضا محاولة رد فعل في إطار تصفية حماس، وهو أمر غير منطقي على الإطلاق. نفس الأمر أن مصر تتحرك في إطار عدد كبير جدا من الجهود الإنسانية اللي يمكن من خلالها أعتقد أن احنا بنتابع ونشاهد حجم الدعم الدولي في هذا الإطار لتخصيص مطار العريش، وحتى عدد كبير جدا من القوافل اللي زالت بتدخل قطاع غزة. مصر قطعت شوط ضخم وجبار في إطار كسر الحصار اللي كان فرضه الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة في وضع لا إنساني، استطاعت من خلاله مصر أن تفرض سياسة الدبلوماسية الإنسانية وأن تعلي هذا المبدأ لكافة الدول الأطراف بما فيها الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. وبنشاهد من خلال اليوم حتى مع مجموعة الدول السبع مع الاجتماعات اللي بتتم في اليابان يعني اليوم، هناك تصريحات بهذا الشأن من خلال وزراء الدفاع لعدد من الدول وأيضا وزيرة الخارجية اليابانية، وأن هناك مجموعة من النقاط استجابة للدعوات المصرية المتعلقة بأهمية وجود مسارات الدعم الإنساني لقطاع غزة، وأيضا أن هناك يجب أن يفرض مجموعة من النقاط المتعلقة بالمفاوضات ومبدأ حل الدولتين في إطار إيقاف حالة التصعيد الموجودة بين الجانب من جانب الإسرائيلي تجاه قطاع غزة في هذا التوقيت. طيب حضرتك تحدثت عن نقطة وهي إدخال المساعدات وجهود مصر في إدخال المساعدات ومكافحة التعنت الإسرائيلي، بالرغم منه كان يجبر الشاحنات لفحصها في معابر تخص الكيان المحتل وتعطيلها حتى تدخل إلى القطاع ومنع احتياجات أساسية من الدخول، وهذا التعنت الكبير. وبالرغم من ده دخلت أكثر من 130 شاحنة حتى الآن أو ما يزيد، يعني الرقم غير محدد حتى الآن، ولكن معظمها من مصر ومن الدول العربية ومن دول أجنبية. أيضا تسخير مطار العريش لاستقبال المساعدات والطائرات التي ستعمل كمستشفى ميداني في قطاع غزة، كيف ترى هذه الجهود؟ الجهود زي ما أشرت هو جهود الحقيقة في جزء منها رئيسي على التفاوضي، لأن مصر عشان تكسر هذا الحصار ربطت الدخول عدد من الأطراف دي الحاملين مزدوجة الجنسية لداخل مصر يعني تمهيدا لدخولهم إلى أراضيهم بدخول المساعدات لقطاع غزة ده من جانب. من جانب آخر الدعوات المصرية مستمرة لإفراد عدد كبير جدا من المساعدات، وزي ما يمكن يعني ما حضرتك اشارتي وعدد من التقارير اشارت ان هذه المساعدات مساعدات مستمره، الهدف منها هو دعم الشعب الفلسطيني، وايضا هو اثبات اي استراتيجيات خاصه بعمليه التهجير لهذا القطاع، وايضا محاوله ايجاد اي مبررات، خصوصا ان زي ما اشرت ان مبرر ان يكون هناك القضاء على يعني حماس او زعم ان هذه الحرب والهدف منها القضاء على حماس، وهو امر غير منطقي في ظل ان القضاء على احد الفصائل وايضا بشكل عسكري في هذا التوقيت يعتبر شيء يعني في بحرب هذا الشكل شيء غير استراتيجي وغير متاح الحقيقه على الارض، لكن هو الحقيقه هو تنفيذ استراتيجيه مصر الحقيقه اتخذت فيها جهود خصوصا فيما يتعلق بالمساعدات.
الامر نفسه مرتبط ان مصر يعني فتحت خط جوي فيما يتعلق بنقل عدد المصابين وايضا الحالات الحرجه من القطاع للعلاج بمستشفى العريش ومستشفى رفح، وبالتالي ده جزء اخر انساني مصر تتعامل من خلاله في هذا الامر. نصل لهذا الامر كمان ان مصر على اتصال كبير مع من خلال مجموعه من المنظمات الدوليه زي منظمه الاغاثه العالميه وايضا برنامج برامج الامم المتحده، برنامج الفاو ومنظمه الصحه العالميه، فيما يتعلق باهميه ان تتجه الامم المتحده بعدد من القوافل وايضا الدعم في القطاع نفسه. واعتقد ان يمكن مساله المساعدات هتاخد مسارات اكبر في ظل استمرار النداءات المصريه وايضا عمليات الدبلوماسيه المصريه الساعيه الى ان يكون هناك في دعم اكبر للمساعدات لقطاع غزه في هذه المرحله، وفي مراحل ثانيه كمان يكون هناك ايضا مسار اخر لاعاده تاهيل واعمار عدد من الاماكن بما يحقق معيشه افضل لسكان القطاع بعد عمليه التدمير والتصعيد الخاصه من جانب القانون الاسرائيلي. طب دكتور محمد، اذا تحدثنا بجانب الجانب المجتمع المدني والمساعدات والتحالف وحياه كريمه والشعب المصري والقياده السياسيه، نتحدث عن الجهود الدبلوماسيه متمثله في وزاره الخارجيه والقياده السياسيه والرئاسه المصريه وبحث سبل ايجاد هدنه انسانيه لهذه القضيه داخل قطاع غزه مما يعاني من الكثير من المصابين والشهداء كل يوم، ويتعرض هذا الشعب الاعزل الى اباده جماعيه، يعني بنرى مشاهد تدمي القلوب حقيقة. إلى أي مدى وصلت هذه الجهود الدبلوماسية؟ ولا أي مدى ترى شرارة هدنة دبلوماسية قريبة؟ التحرك المصري كان تحرك واعي وثابت في مواقف عديدة في هذه الأزمة، خصوصا فيما يتعلق بالتحرك داخل أروقة المنظمات الدولية والأمم المتحدة. بالتأكيد حتى في إطار إقامة مؤتمر السلام كان يعني كلها تحركات يعني داعية المجتمع الدولي ومحاولة حشد رأي العام العالمي في ظل حالة مواقف عدد كبير جدا من الدول زي ما يعني نعلم جميعا ومنتابع أنها مؤيدة للكيان الإسرائيلي في هذه الحرب في هذه الأزمة. لكن التحرك المصري كان هدفه في حقيقة الأمر حالة هذه المواقف وإثبات مواقف دولية، خصوصا يعني محاولة أن يكون في دعم عربي لمواقف داخل الجامعة العامة للأمم المتحدة منذ 10 أيام بالتحديد، وكانت يعني إصدار توصيات متعلقة بالوضع، كان انتصار للدبلوماسية المصرية في إطار حشد داخل الدول الجامعة العامة للأمم المتحدة. أيضا التحركات المصرية فيما يتعلق بمجموعه من المباحثات والاتصالات الثنائيه اللي بيعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي على يعني مدار الساعه على مدار الايام الماضيه خلال الاربع اسابيع الماضيه بتؤكد هذا الامر، وبتؤكد الحقيقه التحرك المصري الحقيقه تحرك يعني مستمر، وفي نفس الوقت كان على فكرة على على في اطار محدد هو اهميه ان يكون هناك في تكاتف على المستوى العربي رقم واحد، هناك في تهديدات الامن القومي الاقليمي ويجب ان يكون في تحرك مشترك في هذا الاتجاه، في نفس الامر مرتبط بان هناك تهديدات للامن والسلم العالميين، انا في ظل مخاوف ان هناك في يعني مد او اتساع لنطاق هذه الحرب لان تشمل اطراف اخرى، خصوصا في ظل التعنت الاسرائيلي وفي ظل مجموعه من العمليات التصعيد من قبل اطراف اخرى زي مناوشات على الحدود اللبنانيه وحزب الله، او حتى في اطار تهديدات من تدخلات ايران في هذه الحرب. الامر اللي بيعطينا اطار ان مصر تحركها الدبلوماسي تحرك واعي ومستمر، وايضا هو تحرك لديه خبرات في ظل زي ما اشرت اكثر مره ان مصر الدوله الوحيده اللي لديها تواصل مع كافه الاتصالات الفلسطينيه، وان المفاوضات المتعلقه بالتهدئه او حتى في الدخول في مسارات للتفاوض حل الاسرى من اسرائيل لدى حماس يجب ان تتعلق بالجانب المصري في هذا المسار وفي هذا الاتجاه لتحقيق اي نتائج ايجابيه تتعلق بهذه الازمه مستقبلا. بالتاكيد دكتور محمد عبد العظيم الشيمي استاذ العلاقات الدوليه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم.